في باب الإحسان، أليس من الإحسان كذلك الإحسان المعنوي وهو أجل وأعظم؟ الإحسان بالكلمة طبعاً، الإحسان بانتشال الأحزان عن الناس، هذا معنى كذلك عميق. صحيح. يعني لو جاءنا إنسان قال أنتم قلتوا شق تمرة، ها؟ نعم. أنا حتى شق التمرة غير موجود عندي، نعم. هل أستطيع أحسن؟ نقول نعم تستطيع. بإيش؟ يا أخي بالكلمة الطيبة، نعم. يا أخي بالتسبيح، بالتحميد لله، بالثناء عليه، بالمشورة على الآخرين، بنصحهم، يا أخي بالدعاء للآخرين. كثير منا الآن أغلب دعواته ما تتخطى نفسه وعائلته، لكن ترى أصحاب الفكر العالي وأصحاب الطموح تتسع دائرتهم للعالم الإسلامي كله. الفكر أوسع. نعم، يعني يا رب اغفر لي وارحمني وانصر الإسلام والمسلمين، يا ربي شافي أبي وشافي مرضى المسلمين، يا ربي أعن إخواننا في البلد الفلاني والبلد الفلاني. هكذا كان الأنبياء باليقين. نعم، الأنبياء ما كانوا يلتفتون إلى أنفسهم وانتهت القضية. سبحان الله. وهذه ذكرناها لما تحدثنا في سورة الكهف، قال أخرقتها لتغرق أهلها. طيب هو سيغرق معهم، نسي نفسه من أجل بقية الناس. لم يقل لتغرقنا، لم يقل لتغرقني أنا لأنه ما يهمني إلا نفسي الآن. سبحان الله. لا التفت للبقية، للجماعة. نعم، وكذلك الأنبياء يوم القيامة، يعني الناس صيحتهم يوم القيامة نفسي نفسي، كل واحد يهتم بنفسه. نعم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. نعم. ولما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خاصة مستجابة قال ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. الله أكبر. فدائما يعني أصحاب المسؤوليات الذين يختارهم الله عز وجل سواء من العلماء أو من المسؤولين تهمهم أوطانهم، تهمهم شعوبهم. نعم. وليست يعني دائرة اهتمامهم لا تتسع إلا لأهلهم ولقبيلتهم وانتهت القضية. لذلك يا شيخ لو عندي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان. لذي سلطان، نعم، كما قال الإمام. نعم. أحمد يقول أحدهم في كلمة طريفة، لو عندك واحدة دعوة مستجابة قل يا ربي اجعل دعوتي مستجابة. الله، سلام. عرفت كيف؟ لكي تكسب البقية. خلاص تكسب البقية تستمر. الله. وكان أحد السلف لما قيل له، لما كان شح في المطر، يقولون دعا فأمطرت السماء يعني بماء منهمر. فالناس فرحون بنزول المطر وهو قال يا ليتني دعوت بالمغفرة، لأنها كانت إجابة، لحظة إجابة. نعم.